بيقولوا مي عز الدين أسرع واحدة تضرب كرسي في الكلوب، لو حصل حاجة تاخد بعضها وشنطتها وتمشي، صحيح؟ ده حقيقي. ليه يا مي؟ عندي شوية يعني خطوط حمراء كده، أول ما المواضيع توصل عندها في أي حاجة، في شغل، في علاقات شخصية، في علاقاتي بالناس، أول ما بيوصل لليمت معين كده ما ببقاش شايفة، ما بشوفش قدامي، ساعتها فعلا بيبقى شبه إن أنا رميت كرسي في كلوب ومشيت. حتى لو ظلمت الدنيا ما بتحسبيش، لا لا، ما بتروحيش لماما، وانا عارفه انها قريبه قوي منك، ما تروحيش لوالدتك تقول لها يعني تفتكري اعمل كده ولا لا، تاخدي مثلا يوم تقرري ولا لا. في الحاجات اللي بتبقى ما اصل انا عشان انا ارمي كرسي في الكلوب بيبقى اكيد انا جبت الماكسيمم بتاعي اخرك اخري، ففي اخري ده ما ببقاش شايفه اصلا ولا عاقله، يعني ما لسه ما عنديش لسه الهدوء ان انا اقعد اتناقش مع حد واقول له انا ناويه اضرب كرسي في الكلوب، لا هو على طول. بس انتي مليانه انرجي، يعني انا بحس وانتي بتمثلي وانتي على الشاشه شخصيه تانية خالص غير الشخصيه اللي قدامي الهاديه الرومانسيه الناعمه دي على الشاشه. انا بشوف يعني عشان وانا بمثل انا بطلع كل الانرجي الموجوده، بعد كده قابليني بقى في الحياه تلاقي الفيشه خلاص ماما ما اتحركش على كرسي اصلا في البيت، في البيت والله ما ولا صوت ولا كتير، تلاقيني ماشيه مثلا بجر شكل الناس وبهزر، يعني مش زي ما ممكن يبان فعلا من الادوار ومن الشغل اللي انا بعمله على الشاشه. انا بتدب فيها روح قدام الكاميرا، اول ما الكاميرا تشتغل اخرج من قدام الكاميرا. سعاد حسني كانت كده. مفيش بقى. بتختاري افلام السبكي لانها بتطلع من عندك الانرجي دي، يعني كلها افلام رقص وغنى وطقش وفقش وكده؟ التراك بتاع افلام السبكي ده في الاول وفي الاخر، من اول ما انا خدته، من اول ما دخلت وخدت التراك ده، التراك ده لقيته محقق حاجه معينه مهمه قوي. هو جماهيريا ناجح قوي. تمام. ومعنى انه جماهيريا ناجح، وهو معظم الوقت، مش كل الوقت بس معظم الوقت، في حاجه شعبي، يبقى ده معناه انه جزء من جماهيريه الافلام دي ليها علاقه ان هي كسبانه الطبقه البسيطه، الطبقه الشعبيه. ومي انت عينك على الطبقه الشعبيه؟ حبيت اكسبها، قلت ليه لا؟ قلت مش بسهوله بنت تكسب طبقه شعبيه، صعب يعني، واي نوت يبقى عندك الطبقة دي والطبقة دي، ليه لأ؟ ليه النهاردة ما تدخليش تعملي دور في آدم، تكلمي انجلش، يور فيري كلاسي، بيبل نو ان انت عندك جنرال نوليدج حلوة قوي، باين قوي ان الاكسنت بتاعتك كويسة جدا، وي وي وي، وبعدين بكرة تبقي بتعملي حاجة للناس البسطاء الشعبيين اللي ممكن يبسطوا ويهيصوا وينسوا بهموم الدنيا.